كل مرة عم فتش على البواب يلي ارتشى، بس مش عم نطلع على الكبير اللي قاعد فوق عم ياخد الملايين. نستطيع أن نعالج هذا الكم من الفساد وأن نجد نافذة صغيرة. بنى دولة طالما الفساد عم ينخرق بهيدا. في هذا الموضوع أيضا الدرس بهذا الموضوع للفساد اللي وعدنا فيه بالانتخابات، ونحن بدنا نبلش نوفي بالوعد، كان موضوع مكافحة الفساد ووقف الهدر المالي في أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون، ما بقى تحكوا على السياسيين الفاسدين، تخلصوا منهم. نحن نقدر نعمل نفس الشيء بلبنان، نعتقل الفاسدين مثل ما صار بالمملكة.